السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أم شيرين وآية. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نديكم واحد شوبينغ لواحد المجازة اللي رائعة، فيها الحويجات ديال الوليدات الصغار. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن أحوال يا ربي وفي صحة جيدة. غادي نقول للمتتبعين ديالي شكرا شكرا بزاف لهلا يخطيكم، الله يكبر بكم. واخا ما كنحطوا له فلاشين وكتدخلوا عندي كتخليوا لي التعليق ديالكم الزوينه بحال قلوبكم، الله يحفظكم وينجيكم. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنسونيش اخوتي بليجيم واشتراك وديروا ابوني وبارطاجيو الفيديو ديالي، الله يجزيكم بخير. كما غتشوفوا معايا في هذه المغازيه البنات فيها شي حويجات زوينين مختصه غير بالحويجات ديال الوليدات، الاولاد والبنات لي زونفا كاملين. بصراحه عندهم هذاك الشيء زوين 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 بزاف. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وغتابعوا الفيديو كي قلت لكم من الاول حتى الاخير، وغادي ان شاء الله يا ربي غادي نشترك معكم المشتريات اللي درت لبناتي. صراحه شريت غير لبنتي الكبيره، البنتي الصغيره ما لقيتش شي حاجه اللي ماشي ما لقيتش، ما خديت لها والو. غادي نولي ان شاء الله يا ربي نرجع ناخذ لها، خديت غير شي كسيوات وشي حاجه قليله ان شاء الله يا ربي، وغادي نولي نرجع ناخذ ليها من هذا المكازا. بصراحه في هذاك الشيء زوين بزاف، وحتى الثمن ماشي غالي، ماشي رخيص، مويان كي كنقولوا. كاين شي حويجات غاليين، كاين شي حويجات مويان، وليني بصراحه حويجات زويوني الكاليتي ديالها زوينه. غادي نقول لكم تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير ما تزابيوش. وكاينين حتى الحويجات من سبب الناس اللي عندهم غتزاد عندهم شي زياده ولا شي حاجه، عندها شي حويجات زوينين 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 بزاف ديال الخلوق ديال الزياده، شي حاجه واو بصراحه، شي كسيوات شي حاجه اللي زوينه بزاف. غادي نقول لكم ما تنساونيش باشتراك ولي لايك وبارطاجيو الفيديو، كنحمق عليكم الله يحفظكم. ودرت هاد الشوبين قلت علاش لا ما نشتركش معكم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غادي نقول لكم شكرا شكرا بزاف، خليتكم على خير، الى الفيديو المقبل ان شاء الله يا ربي. تابعوا الفيديو